كان جات في واحد الوقت في 86 ماشي 86 ولا 96 شي حاجه، جات واحد اللجنه من بلجيكا وكنا حضرنا معها، كنت هوت معاهم من ديك لا زون ايميد اللي كنا كنشوفوا الطيور اللي غاغمون كدوز يعني في المغرب كامل كدوز من هنايا. مباشره مشيت واحد المره لقنيطره المنتزه ديال سيدي بوغابه، يستغل احسن استغلال، علاش حنا ما نستغلوش ديك المنطقه؟ وكنت كنهضر مرارا، هضرت مع كنت جلست مع المجلس البلدي وهضرت معاهم، قالوا لي هذيك المنطقه ما تهضرش عليها لان خسر فلوس بزاف، مع العلم ان هذيك دخل فلوس بزاف. النقطة الثانية بالنسبة للسي اللي تذكر السي المهندس اللي ذكرنا على المياه العادمة، أنا عملت نشاط في ولاد صخار، تصوروا أن ولاد صخار فيها 531 تلميذ كاملة مصابة بفقر الدم، وهذه راها ماشي كلام يعني الإحصاء كيهضر. أنا ملي كنت كنطلب الورق باش نعمل نشاط في المؤسسة كانت ضروري يحلوني على وزارة الصحة، طلعت من عند وزارة الصحة فكانت واحد التعتيم واحد يعني باش ما تطرقش علاش هاد الأطفال كاملين مصابين بفقر الدم. فكانت النقطة الوحيدة اللي واحد تكلم لي عليها الدكتور الله أعلم أو ممرض، قال لي نقول لك واحد الحاجة سير بنتي لو بغيتي تعمل النشاط ديالك سير عملو بالسكات، يعني أنا مشيتي دخلتي الصحافة دخلتي لنا الصداع عتولي لنا هادو راه المشكل اللي قالوا لنا المشكل هو هذا. ففي الحقيقه هادو مشاكل اللي كاينين وحنا كنشوفوا العريش في الحقيقه من المآسي ديالها هي البيئه ديالها، رغم هاد البيئه كانت تكون واحد المصدر ديال انعاش انتعاش ثروه يعني سياحه كل ما هضرتي عليها. فاحنا هاد المسائل هذه ولات انتكاسه للعريش فيما دوزتي في المجال الغابوي المجال المائي، الفرشه المائيه ديال العريش كانت من احسن الدراسات اللي تعملت على الفرشه المائيه ديال العريش، كانت من اجود الدراسات ومن اجود المياه اللي موجوده في المغرب كامل، فكاينه تعتيم كامل كاينه اللي كيجي كيعمل فيها مطر. هادو النقاط غير حنايا ما في المدارس ديالنا لا، خاصها تكون الدراسه هو ده من الفوق، لان حنايا المناهج ديالنا اش كتقول لك لا تقطي في الازهر، والولد كيخرج من المدرسه كيمشي نيش على الورده. احنا خصنا نتعلموا شي حاجه علميه، خصنا تنزلنا الدراسات من الفوق، خص هاد الا كان مرصد قوي عنده ورقه الضغط راه خص يتم التغيير ديال المنهجيه حتى ديال البيئه على السور على مستوى التعليم على المستوى البيداغوجي في التربيه، ماشي غير عملوا نشاط. انا وحنا كنعملوا نشاط ولكن الانشطه كامله شنو الا جيتي تشوف ما كتعطي.